السلام عليكم من قناة الإخبارية السورية، أهلا بكم إلى نشرة الاقتصادية. أكد المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عمل مخصص لإعادة النظر ببدلات استثمارات وعقارات الدولة المؤجرة للقطاع الخاص على أن الحكومة مصممة على معالجة هذا الملف لما له من أهمية في تحقيق مورد هام للدولة يسهم في تحريك عملية التنمية وتنشيط حركة السوق التجارية. التفاصيل في التقرير التالي. خلص اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مخصص لإعادة النظر ببدلات استثمارات وعقارات الدولة المؤجرة للقطاع الخاص إلى وضع مصفوفة تنفيذية واضحة وترتيب الأولويات للاستمرار بمراجعة كافة بدلات إيجار واستثمار هذه العقارات ووضعها في الإطار الصحيح. المهندس عماد خميس أكد على أن الحكومة مصممة على معالجة هذا الملف الهام الذي يحقق موردا هاما للدولة بعيدا عن لقمة عيش المواطن، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحقق مبالغ كبيرة سيتم العمل على توظيفها لتحريك عملية التنمية وتنشيط حركة السوق التجارية، لافتا إلى ضرورة وضع برنامج زمني في كل محافظة لإنجاز الملفات المتعلقة بالأملاك المؤجرة والمستثمرة وإعداد تقرير شهري عن مدى إنجاز العمل وفق مصفوفة واضحة. المهندس خميس أوضح أن الحكومة أخذت هذا الموضوع على عاتقها وبدأت الوزارات منذ بداية العمل الحكومي بالعمل بشكل فردي في هذا الملف المتابع بشكل مستمر من مجلس الوزراء، مبينا أن هناك عقارات وأملاك مؤجرة بأسعار لا تليق بسمعة العمل الحكومي ويجب إعادتها إلى نصابها الصحيح. تم حصر كافة العقارات المملوكة للدولة والمؤجرة أو المستثمرة للقطاع الخاص حسب الوزارات، وكان تم البدء في معالجة هذه الملفات، فعالجت اللجنة أكثر من ملف، منه الملف اللي تابع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واللي حقق نقلة نوعية بقيمة العقارات المؤجرة بواقع 6 مليار زيادة عن القيمة التي كانت سابقا، كما تمت معالجة ملفات وزارة الإدارة المحلية من خلال اللجنة، وكان هناك عوائد تفوق 74 مليون. تم رفع هذه الإيجارات بمعدل يتناسب والقيمة الاقتصادية المطلوبة، وكانت الزيادة بحوالي مليار و200 مليون ليرة سوري. اليوم عقد اجتماع هام للغاية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، حضره السادة الوزراء المعنيين الأساسيين بهذا الملف، وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة الإنجازات التي حققتها الوزارات فيما يتعلق بموضوع إعادة النظر بقيم بدلات عقاراتها المؤجرة أو المستثمر القطاع الخاص. تكمن أهمية هذا الاجتماع في دراسة واقع وآفاق تحريك مثل هذا الملف بما يضمن بعدين اثنين في آن معا، وهو أولا فتح ملفات كانت مغلقة منذ عدة سنوات من أجل تحديثها بما يتناسب مع معطيات المرحلة في هذا الوقت الراهن، وبما يفتح آفاق جديدة لإعادة استثمارات وطرح بنى جديدة لإعادة هيكلة مؤسساتية من جهة وفتح آفاق استثمارية من جهتين أخرى. أوصى المشاركون بضرورة عقد اجتماع دوري لكل وزارة يتم من خلاله مناقشة الإجراءات وآليات العمل والنتائج التي تم التوصل إليها في معالجة هذا الملف، وتتم موافاة اللجان المختصة في مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار بكل المعلومات عن الأملاك المؤجرة والمستثمرة، بحيث تقوم اللجنة المكلفة بوضع مصفوفة لهذه الأملاك المؤجرة والأملاك المباعة خلال الأزمة ووضع تقييم لعمل كل وزارة في هذا الإطار. تفقد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الامتحان التحريري الذي جرى في كلية الحقوق بدمشق ضمن مسابقة المصارف العامة، حيث أكد حمدان أن العملية الامتحانية تسير بشكل منظم وجدي وسلس دون أي عوائق. وبين حمدان أن جامعة دمشق المعنية بعملية تصحيح الأوراق المؤتمتة منعا لأي عملية تلاعب بالنتائج. يذكر أن المصارف العامة أعلنت في حزيران العام الماضي مسابقة واختبار
الأخبار لتعيين 2261 عامل من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة للعمل لديها في الإدارة المركزية وفروعها بالمحافظات. طبعاً دم جديد سيدخل إلى المصارف. نحن بحاجة إلى عدد من العاملين الجدد من هذه الفئة. اليوم الامتحان التحريري والذي طبعاً كلفت به جامعة دمشق لتقوم بإجراءات الامتحان. الامتحان مؤتمت بالكامل، سيتم التصحيح أيضاً في جامعة دمشق وفق نظام الأتمتة، وبالتالي فسيكون هناك شفافية ووضوح. الامتحان مركزي يتم الآن في جامعة دمشق، الأسئلة موحدة لجميع المتقدمين. في الحقيقة من خلال الجولة فنظام امتحاني كما هو في جامعة دمشق تماما، هدوء تام والمتطلبات موجودة. افتتح رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح مركزا لترويج الصادرات السورية في الشارقة، وذلك خلال الجولة التي يقوم بها لدعوة رجال الأعمال لحضور معرض دمشق الدولي. السواح اطلع على سير العمل وحركة التواصل مع المراكز التجارية والفعاليات الاقتصادية في الإمارات التي تطلب المنتج السوري الذي يحظى بقبول واسع من التجار وأصحاب الفعاليات التجارية الإماراتية، مشيرا إلى أن مركز الشارقة للترويج للمنتجات السورية يتكامل مع مركزي إيران والعراق اللذين تم افتتاحهما سابقا، وذلك ضمن خطة الاتحاد لافتتاح مراكز في العديد من الدول. أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سمر الدبس على أهمية مشاركة غرفة صناعة دمشق في معرض دمشق الدولي. الدبس أوضح أن مشاركة غرفة صناعة دمشق في المعرض تتضمن مشاركة بكافة أجنحة العرض المتعلقة بالقطاعات الصناعية والنسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية وما يتفرع عن هذه القطاعات من صناعات متخصصة، وسيكون سوق البيع المباشر هو مهرجان صنع في سوريا الذي تنظمه غرفة دمشق وريفها. أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن أرقام ومؤشرات التصدير قابلة للارتفاع خلال الفترة القادمة بشكل أكبر مما هي عليه الآن. الخليل بيّن أن الأمر يعود إلى الدعم الذي تقدمه هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتغطية تكاليف الشحن الجوي لما يزيد عن 300 طن من الألبسة السورية، إلى جانب تخفيض ما نسبته 50% من الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة، ما يهيئ الفرصة لانطلاق إنتاجية صناعية وزراعية خلال الفترة القادمة. ساهمت الإجراءات التي فرضتها عدد من الدول العربية على قطر لارتفاع طفيف في معدل التضخم لديها في حزيران الماضي، وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى 0.8% من 0.1% في شهر أيار، وظل أدنى بكثير من معدل التضخم في شهر حزيران 2016 والبالغ 2.5%. أعلنت الحكومة القبرصية أنها ستواصل التنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة رغم التحذير التركي من مواصلة هذه المشاريع. وزير الطاقة القبرصي أشار خلال تعليقاته على التحذيرات التركية بأن بلاده مستعدة لجميع الاحتمالات. في المقابل أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن دعمه الحقوق السيادية لقبرص بالتنقيب عن الغاز. وقعت فنزويلا اتفاقا بقيمة 1.3 مليار دولار مع شركة أمريكية لاستثمار احتياطاتها النفطية. الاتفاق ينص على استغلال 200 بئر لزيادة إنتاج الشركة الوطنية الحكومية الفنزويلية للنفط بمقدار يزيد على 100,000 برميل من النفط الخام. وزير النفط الفنزويلي أكد أن الاستثمار الأولي سيكون بقيمة 200 مليون دولار في مشروع إجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
انتقالا مشاهدينا إلى أسعار العملات، بحسب النشرة الرئيسية للمصرف المركزي، الدولار في شركات الصرافة 517 ليرة و42 قرشا، أما اليورو 591 ليرة و85 قرشا. في أسواق الذهب العالمية، أونصة الذهب عالميا 1219 دولار و50 سنتا، محليا 18500 ليرة لعيار 21، 15857 ليرة لعيار 18. أما في أسواق النفط العالمية، خام برينت سجل اليوم 48 دولار و85 سنتا للبرميل، الخام الأمريكي 46 دولار و45 سنتا للبرميل. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا في الاقتصاد، ننتقل إلى مازن لمتابعة آخر أخبار رياضة، تفضل.